يقول السائل: طردني أبي لعدم حلق لحيتي، فما واجبي نحو أبي؟ واجبك أن تبر بوالدك وتحسن إليه، لكن لا تطعه في المعصية. حلق اللحية معصية ولو طردك والدك، لا تطعه، لا تحلق لحيتك ولو طردك، أنت على أجر وعلى صواب، وهو مخطي وعاصي. ولا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق، لكن لا يسقط حقه عنك، فتبره وتحسن إليه. نعم.